إن هم ماتوا كلهم. أحسن يا جماعة، دول عاملين زي القطط بسبع أرواح. فارس يا ابني، يا ابني معلش يا ابني، يا ابني يا ابني قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي. بتستنى استنى هاشم لما نسمعه. بعد اذنك هاشم بيه، خليه يكمل النهايه، نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول، بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني لا مؤاخذه عاجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقول لمين يا متولي؟ للي يدفع. أنا مستعد أتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس إحنا كنا متفقين في الأول، والعقد شريعة للمتعاقدين. حرام، ده كده حتى ربنا يحاسبنا على النعمة اللي إحنا بنرفصها برجلينا. الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وأنفاق. وعشان إيه ده كله؟ عشان إحنا بينا اتفاق، وإحنا مش عيال، أو على الأقل أنا مش عيل. يلا فارس مش قادر بسرعه. معلش معلش خليك معايا شويه. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنه؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي. زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق، لو زين مات الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من رأي سيادتك يا هاشم بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زين يا متولي بصراحه ربنا كده حاسس ان ملوش علاقه بالشغل. ما تجيب من الاخر. انا ما فيش اي حاجه ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ أنا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل أذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا، ده شيطان ودخل ما بيننا. استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. أنت مش بدأت؟ خلاص؟ ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي يا ايه، الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. والله اه هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص، مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟ طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلك عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح، فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح. والله انت بتقول كلام شديد. صح؟ نخش جوه صح؟ يلا 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 عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة.
وحشتني لمتهم. البضاعة دي في خلال 10 دقايق متخزنة في المخزن، مش عايز أي ملاحظة على أي حاجة. يلا اتفضلوا. واضح إنهم كتير أوي يا يوسف. إحنا مش هينفع نعمل العملية دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد لي إن في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصة عمرنا يا أكرم. أكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. أنا مش ببيعك، بس إحنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجة. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. إحنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجة. اسمع الكلام. بقول لك إيه؟ البضاعة هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها. هيشوفونا بالمسدسات والقوة اللي معانا هيتهدوا. وافرت ما تهدوش بقى. سيبها لله. كله على الله. عليك يبوز يا حبيبتي، مش عارف أقول لك. ما ينفعش. ما ينفعش أنا أهدي حبيبتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وأنتي لوحدي ده بتضربها بالبوز ده. أنا ما قلتش إني مش مبسوطة. أنا بقول إن الفترة اللي جاية دي مش هبقى مبسوطة. وأنت عارف ليه يا شريف؟ أنا ما بشوفكش خالص. بنتي أنا هاخد أجازة، اتفقت عليها خلاص هنبقى مع بعض. أجازة؟ ما خدتش أجازة وأنت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وأنت شايل الشغل كله. إيه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو. كل حكاية والآن بس الأحسن، لو لا قدر الله حصل حاجة العيلة ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده، بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الأجازة قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك إيه يا حبيبي؟ ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا. يعني سافري فين؟ سافري فين يا حبيبتي؟ أنت في أول حملة خطر، خطر عليك يا حبيبتي. طيب هتجيب لي هدية إيه بقى بالمناسبة دي؟ كله نازل سلاحه. فتش لي يا ابني الكراتين دي. خير يا بهوت؟ فين؟ خير؟ ده الخير كتير اهو الحمد لله. حجاره الاوضات المنزليه بقت ممنوعه دلوقتي. انت هتستعبط يروح امك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك اذن نيابه؟ اهو يا حالتها. طب لو مؤاخذه يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضاره القرايه. فتش يا ابني الكراتين دي. مع اني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخرس يلا. مفيش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ يعني ايه مفيش سلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ يلا يوسف يلا رجاله. طب ايه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضيه؟ طب طقم الشاي بقى وانتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا روح امك. ولا بلغ اللي مشغلك اني وحياه امي ما هسيبه. توصل بألف سلامة يا باشا. كمل يا ابني شغل انت. هو الو كويس انت غلط المكان. لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس امن عربيه تدخل المخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلين. ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سلف. يلا خش يا حبيبتي بالسلف. تاخدي الهديه بتاعتك. سليم قتل الرجاله وهرب. كنت متاكد ان كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي اي حاجه تانيه. ما ينفعش نلغي. سليم في داهيه. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم انت معايا للاخر ولا لا يا جلال؟ معاك على بركة الله.